الموجز الاقتصادي من قناة الرافدين، أهلا بكم. ارتفعت أسعار الدولار في الأسواق المحلية في بغداد وأربيل، وقال مصدر مالي إن أسعار الدولار ارتفعت مع افتتاح بورصتي الكفاح والحارثية لتسجل 156,900 دينار مقابل كل 100 دولار، مشيرا إلى أن أسعار البيع في محل الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد ارتفعت، حيث بلغ سعر البيع 157,750 دينارا لعراقيا لكل 100 دولار، بينما بلغ سعر الشراء 155,750 دينارا لكل 100 دولار. أما في أربيل فقد سجلت أسعار الدولار ارتفاعا أيضا، حيث بلغ سعر البيع 156,800 دينار مقابل كل 100 دولار، أما سعر الشراء فقد سجل 156,700 دينار مقابل كل 100 دولار. كشف اتحاد الجمعيات الفلاحية التعاونية في محافظة البصرة أن قطاع الزراعة أو قطاع زراعة الطماطة يواجه خطر الانهيار بسبب فتح الحدود أمام استيراد الطماطة الإيرانية، وأوضح الاتحاد أن سعر الطماطة المستوردة في السوق لا يسد تكاليف إنتاج المحصول المحلي، ما عرض المزارع العراقي لخسائر مالية كبيرة، حيث بلغ سعر الكيلوغرام الواحد من الطماطة في السوق بحدود 1000 دينار للكيلوغرام الواحد، أي ما يعادل 30,000 دينار للصندوق الواحد بسبب رخص المنتج المستورد والمدعوم بشكل كبير داخل بلدانه الأصلية. وأكد الاتحاد أن الزراعة في محافظة البصرة تحتضر بسبب ما تعانيه من إهمال حكومي كبير، فضلا عن شح المياه وعدم توفير الدعم اللازم للمزارعين. انخفضت أسعار خامي البصرة الثقيل والمتوسط بأكثر من 2% مع انخفاض أسعار النفط في الأسواق العالمية، وانخفضت أسعار خام البصرة الثقيل $2.26 ليصل إلى $88.03 للبرميل، وانخفضت أسعار خام البصرة المتوسط $2.26 ليصل إلى $91.08 للبرميل، وانخفضت أسعار النفط بعد أن هبطت إلى أدنى مستوى في 3 أسابيع في الجلسة السابقة، وذلك بفعل ارتفاع الدولار وجني المتعاملين أرباحا من مكاسب الريع السابقة الكبيرة. أعلنت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أن صادرات العراق النفطية لأمريكا بلغت أكثر من 6 ملايين برميل خلال شهر أيلول الماضي، وقالت الإدارة أن العراق صدر من النفط الخام لأمريكا خلال شهر أيلول الماضي 6,450,000 برميل، وبمتوسط بلغ 215,000 برميل يوميا، منخفضة عن شهر آب الذي بلغت الصادرات النفطية العراقية فيه إلى أمريكا 7,130,000 برميل، وبمتوسط 230,000 برميل يوميا. قال وزير التجارة التركي عمر بولات إن 220 شركة قطرية تنفذ مشاريع هامة في بلاده، حيث تجاوزت الاستثمارات القطرية 20 مليار دولار. وأضاف عمر بولات أن تركيا وقطر شريكان استراتيجيان في مجالات الاقتصاد والتجارة والاستثمار وخدمات المقاولات والسياحة أيضا في السنوات الأخيرة. والآن تذكير بأسعار العملات الأجنبية مقابل الدينار العراقي وبأسعار المعادن.
ختام موجز للقاء.